السلام عليكم. اليوم نحل سؤال من أسئلة الأعداد المركبة لطلبة صف السادس العلمي، تمارين 1-1، صفحة 20. إذا عندك أي سؤال، أي طالب بصف السادس العلمي أو أي سؤال من أي مرحلة، ممكن أن تراسلني على الإنستغرام، هذا الإنستغرام وهذا هو الفيسبوك مالتي. فإذا عندكم أي سؤال بالمادة الرياضيات وخاصة طلبة السادس العلمي، راسلوني على الإنستغرام أو الفيسبوك، أو ممكن أن تكتبون كومنت على اليوتيوب على القناة، وإن شاء الله أي سؤال أحاول أنه أحللكم إياه. إذا أعرف الفيسبوك بالتكم ممكن أدزه مباشرة، وممكن أنه أيضا أنزل فيديو على القناة حتى أكبر عدد ممكن من الطلبة يستفيدون. سؤالنا اليوم هو من أحد طلاب صف السادس العلمي من العراق. جد قيمة كل من أكس واي الحقيقيتين اللتين تحققان المعادلات الآتية. معادلتنا هي أخذنا فرع بي من المسائل اللي يقول 8i، i هو العدد الخيالي طبعا، يساوي x زائد 2i، y زائد 2i، وزائد 1. الحل في هذه الحالة، أول شيء إحنا راح نبسط الطرف الأيمن، لأن الطرف الأيمن حتى نبسطه لإيجاد قيمة x y. أول خطوة راح نفتح الأقواس. من نفتح الأقواس راح نضرب x في y و x في 2i، وأيضا نضرب الحد الثاني 2i في y و 2i في 2i. فبالنسبة للجزء العلوي اللي هو اللون البنفسجي، طبعا 8 8i نزلها equals يساوي x y زائدا 2x i، لأن ضربنا ال x في مرة في y ومرة ضربناها في 2i، فيصير 2x i. بالنسبة للجزء الأخضر 2y i، بعدين نضرب 2i في 8i، هاي 2i في 2i زائدا 1. الحل راح يكون أو التبسيط راح يكون x y زائدا، نشوف هذا هو جزء الخيالي راح نحطه بين قوسين، زائد 2 في 2 4 i تربيع زائدا 1، هاي الواحد طبعا تنزل. ولو نشوف هنا تكمل، هنا كتبت ملاحظة، الملاحظة تقول على أنه إحنا نعرف أنه i هي جزء الخيالي، وجزء الخيالي هو الجذر التربيعي لـ ماينس أو ناقص 1. من ربع الطرفين الجذر راح يروح، فراح يصير i تربيع هي تساوي ناقص 1. هنا عندنا هذا هو الجزء الخيالي، لكن معناته الحقيقي هو صفر، فسوينا صفر زائدا 8i ويساوي طبعا هذا الحد مالتنا x y زائدا هذا كله نزل زائد 4، الاي تربيع هي ناقص 1، عوضنا عنها بناقص 1 ونزلت الزائد 1 مثل ما هي. هنا الحد راح يكون نجمع هذا راح يكون جزء حقيقي وقيمته ناقص 4، لأنه ناقص 4 زائد 1 تساوي ناقص 3، فهذا راح يكون ناقص 4 زائد 1، الناتج راح يكون ناقص 3. فهنا خلينا xy ناقص 4، هي هذه ناقص 4 زائد هذا كله نزل، نزلت الزائد 1، وهنا xy ناقص 4 ويا الزائد 1 صارت ناقص 3، وهنا يجينا 2x زائد 2y وفي i هذه نزلت مثل ما هي. وأنا وضحت هنا هذا هو جزء التخيلي وهذا هو جزء الحقيقي، وبالنسبة للطرف الأيسر هذا هو جزء الحقيقي وهذا جزء التخيلي. وإحنا من عندنا عددين مركبين متساوين، يعني معناتها الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. لو نشوف هنا ساوينا الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي والتخيلي مع التخيلي،
صفر يساوي اكس واي ناقص 3، وهنا راح يصير وهذا هو بالنسبة لنا الجزء الحقيقي. فنحول ناقص 3 للطرف الأيمن وتبقى اكس اي في مكانها. نقسم الطرفين على اكس، راح تطلع لنا واي لأنه هذه الاكس تختصر مع هذه الاكس، فهنا يطلع لي واي تساوي 3 على اكس. فواي يساوي 3 على اكس، راح نعوضها في معادلة واحد. معادلة واحد نجي نبسط هذا ايضا، نشوف 2 اكس زائد تبسيط مالته مجرد انه نقسمه على 2، لانه الحدود كلها تنقسم على 2، الطرفين ينقسم على 2، يطلع لنا 4 يساوي اكس زائد واي. طبعا راح نعوضها في معادلة واحد، نحصل هنا 4 تساوي اكس زائد واي، بدال واي نزل 3 على اكس. 4 تساوي اكس، هي اكس اصلا على 1، ولو نشوف هنا 3 على اكس تنزل، وهنا راح يصير 4 على 1. نوحد المقامات، المقام هو اكس، فنجي نضرب اكس على نقسم اكس على 1 هي اكس، اكس في اكس اكس سكوير، اكس على اكس هي 1، 1 في 3 هي 3. هنا يصير عندنا بعدين هنا نضرب الوسطين بالطرفين، راح نضربهم نحصل 4 في اكس 4 اكس، وهنا يساوي 1 في اكس تربيع زائد 3. نصفر المعادلة، اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 3، لان هذا راح احول لها الطرف، فاشارة الزائد راح تصير ناقص. وهنا ايضا راح نجي نحلل بالتجربة، راح نحلل بالتجربة. التحليل راح يكون اكس ناقص 1 واكس ناقص 3 يساوي 0. هنا راح نشوف التحليل اللي هو لو نتأكد من عنده، راح نضرب القريب بالقريب والبعيد في البعيد. هنا يصير ناقص 1 اكس وهنا ناقص 3 اكس، نجمعهم يطلع ناقص 4 اكس، وهو نفسه الحد الوسط مالتنا اللي هو هذا، يعني تحليلنا صحيح. ناخذ إذن اما اكس ناقص 1 تساوي 0 او اكس ناقص 3 تساوي 0. اكس معناتها اكس تساوي 1 او اكس تساوي 3. حتى نجد الان قيمة واي، ناخذ معادلة واي تساوي 3 على اكس، نعوض بدال كل اكس مرة 1 ومرة 3، راح نحصل على الزوج المرتب 1 3 او 3 1. فاذا هذا وجدنا حلين للمعادلة العقدية. راح نشوف انه نحقق هل هذه الحلول تحقق المساواة. هنا أنا عندي الجزء الأول اللي هو حصلته 1 3 و 3 1، راح أعوض بكل واحد بكل اكس 1، عفوا هنا بكل واي 3، فعوضنا. ونجي هنا نضرب أيضا، نضرب الواحد في الواحد 3، والواحد في 2 اي 2 اي، بعدين نضرب 2 اي في 3، ونضرب 2 اي في 2 اي، هنا يطلع لنا 6 اي زائد 4 اي سكوير زائد 1. الناتج راح يكون 3 زائد 1 هي 4، 2 اي زائد 6 اي هي 8 اي، وهنا 4 والاي سكوير ندري الاي تربيع هي ناقص 1، ف 4 في ناقص 1 يصير ناقص 4 زائد 4، نحذفهم نحصل على 8 اي يساوي 8 اي، يعني الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن، يعني هذا الحل صحيح. وبنفس الطريقة نعوض 3 1 ايضا بالمعادلة مالتنا، الطرف الايسر والطرف الايمن نعوضها بها، والمفروض يطلع لنا وفعلا طلع يساوي 8 اي الطرف الايسر، وهي نفس الطريقه. معناتها اذا الحلين يحققون المعادله.